السلام عليكم ورحمة الله بنات، كيف حالكن؟ أتمنى أن تكون جميعا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة أغملك، وفيديو مشتريات من كريستيون لاي، هذه الشركة اللي معروفة وكنت فات لي جربتها ومدة هذه، الآن رجعت نعاود ناخد منها. بعض المرات كيكونوا فيها دي بروموسيون اللي ممكن اننا نستفدو منهم. صراحه فيها دي برودوي زوينين وفيها دي برودوي اللي ما هماش زوينين صراحه. دونك عندنا هذا الدونتيفريس هذا اللي كيشكروه الناس بزاف، وانا اول مره غادي ناخدو هكا باش نشوف نستعملو، كيتشكر بزاف. كتستعملو اختي الصراحه ماشي انا. عندي هنايا داك ديودورون اللي حتى هو يمكن تعطيه بشي 20 درهم ربما في بروموسيون، كيشكرو حتى هو زوين. انا بصراحه خديت دي بيجو اللي خديت، يعني غادي نتقاسمهم معكم تشوفوهم معايا. ها انتما عندنا هنايا واحد لونسامبل، غادي نوريكم الصوره ديالو كيف كيجي. فيه يعني سلسله ديال العنق، وفيه خاتم، وفيه توينغات ولا الزواهق، كل واحد كيفاش كيسميهم. كيجيو بحالهم بحال النقره، يعني بحال النقره ديالنا تقريبا، نفس ستيل نفس ستيل. الثمن ديالهم ما عقلتش عليه، ما عرفتش ما عقلتش على الثمن ديالهم، حيتاش اصلا ماشي ديالي هادو، هادو ديال الاخت ديالي. كيجيو زوينين زعما كاينه، وانما باش نكونوا واضحين وصريحين تيبغيو المحافظه، يعني هاد لي زاكسيسوار كاملين اللي هما هماش ذهب، ذهب براسو تيبهات يعني مع كثرة الاستعمال، وهذا يعني ما تيتبقاش فيه ديك لابغيونس ديالو. فما بالك بهادو اللي هما غير بلاكيور، وهذا راه ضروري من يعني المحافظة انك تردهم لبواط ديالهم، انك ما توصلش ليهم الريحة، انك يعني دوك لي برودوي ديال التنظيف ما يقيسوهمش، يعني باش انهم يطولوا معك. ما زعما كاينه تخدم بهم هكا راه ما يخدموش لك. جوج كريطينات صغار، كتشوفوا لومبالاج ديالهم، يعني لومبالاج عادي جدا. كانوا كيديروا دوك لي بلاستيك لي عامرين بالهواء باش يحافظوا على لي برودوي، دابا دايرين غير ديك الكاغيط، يعني شويه ما زوينش، ما زوينش باش نكونوا واضحين وصريحين. هنايا كاينين دي براسلي، وكاين خاتم، كاين واحد الكولي حتى هو دابا نوريه لكم. دونك عندي هنايا هاد البراسلي هذا اللي كيجي على هاد الشكل، صراحه زويون زوين. خشت عند اختي وعجبني وقلت اران كوموندي حتى انا. تيجي هكا رويقي سامبل، كيجي بحال الا هو راه بزاف ديال لي بغاسلي رقاقين بالحق، هما هو راه غير واحد، وكاين معاه الخاتم نتاعو، معاه الخاتم نتاعو هذا خديته في البروموسيون. ما خديتش الصراحه الخاتم، ما بانش ليا، ما كاينش في البروموسيون على ما اظن، داك الخاتم ما فيهش. تيجي زوين هكا خصوصا مع اليد اللي تتكون عامره هكا وعاطيه، تيجي زوين. كاين واحد براسلي اخر اللي تا هو خديتو وتشهيتو الصراحه، جاي زعما زويون رويقي سامبل، وانما جاني كبير، جاني كبير صراحه، ما عرفتش فيه مقاسات وانا ما رضيتش البال ولا كيفاش. مي بون جاني كبير، غادي نشوف ليه شي تصريفه، جاني كبير صراحه. هو هذا اللي كتشوف معايا في الصوره، جاي زويون صراحه، عجبني الستيل ديالو. كيف ما قلت لكم ضروري من المحافظه باش يصبروا معاك، ضروري من المحافظه. هانتوما هذا، هذا كان معاه الخاتم، هذا كنظن بانه كان معاه الخاتم كنظن. هنا غادي تشوفوا معايا واحد شكل اخر، ها انتم حاولت انني نكبر لكم الصوره. فيه طوينكات وفيه واحد بحال داك الشوكر اللي تيجي هكا في العنق، فيه غير واحد حجيره وحده هكايا كتجي هكا القدام، والاخر زعما تيجي ترونسبارون، داك بحال داك السبيب تقريبا، يعني تجي ترونسبارون، كتجي مدليه غير ديك
هي ديك العقيقة هكا، وتجي نفس سميتو نفس العقيقة، تجي في الطوينقات، تجي عصري شوية هكا البنات، تجي زويون ورويقي. صراحة ما عقلتش على الأثمنة، ما عقلتش، ولكن كاملين بهم، راهم في بروموسيون، يعني كاملين بهم في بروموسيون. كنظن زعما كاينه ما فايتينش 150، هادشي كامل اللي كنوصل اللي كنوريكم، ما فايتش 150 درهم للبياسة، يعني على ما أظن. يعني ما عقلتش الصراحة على الأثمنة. واخيرا عندي هنايا واحد الخاتم اللي عجبني، كي شفته عجبني، وكون كانت فيه شي هكا غورميطه ولا شي حاجه كون خديتها، كانت فيه سميتو، كانت فيه طوانك، ولكن انا ما عنديش بزاف مع الطوانك. واحد الحجيره فيه غزاله زوينه، عجبتني بزاف، وجاي هكا رقيق عاطي، يعني الا لقيتوه زعما كاين غير خدوع، عجبني بزاف، عجبني صراحه. حتى اللون راه هو طوندونس، زعما كاين حجيره اللي هي زوينه وتتبري، وستيل ديالو زويون، ستيل ديالو عجبني، حمقني صراحه. دونك كنظن هادو هما المشتريات ديالي، ديال الاخت ديالي في هاد لا مارك هادي ديال كريستيان لاي. نتمنى انكم تقولوا لي شنو تجربوا فيهم، شنو الحاجه اللي صدقت لكم، شنو الحاجه اللي ما صدقت لكمش، باش كتنصحوا يعني البنات هكايا، يعني نقراو نتقاسموا تجاربنا في التعاليق، علاش لا. لا يسهل عليكم جميعا ولا ييسر اموركم. شكرا لكم على تفاعلكم، على يعني متابعتكم للقناه، على تشجيعاتكم. الله يسهل عليكم يا ربي، امين، وييسر اموركم ويرزقكم كل الخير من حيث لا تحتسبون. والله ينول كل واحده فيكم ما تمنت في خاطرها، ويفرج عليها همومها، ويسهل عليها بكل ما تتمنى باذن الله سبحانه وتعالى. غير كثر من الدعاء ومن الاستغفار، فهو كيفتح لكم بيبان الخير باذن الله، باذن الله سبحانه وتعالى. يلا اترككم في امان الله وحفظه، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.